أصدقائي الأعزاء، صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا هذا النهار الثاني ديال الخدمة، فناضيت اليوم في الصباح بكري كيف ما كتشوفوا، غادي الخدمة ديالي. دابا حتى هي راه 8:30، هادي راني خرجت 7:30، فكيف ما كتشوفوا الدنيا مازال مغطية بالثلج، فكيف ما كتشوفوا يعني الجو رائع، حتى الضو كما كتشوفوا الفارولاس مازالين شاعلين، الضو ديال الشارع باقي شاعل يعني مازال الظلام. فبصراحه الجو زوين بزاف، وحتى هذاك المنظر ديال الثلج غزال بزاف كيف ما كتشوفوا كيحمق. ف خليكم معايا اصدقائي باش تشوفوا يعني التتمه ديال الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا راه مطفاو داك الفارولاس ديال الضو يعني ديال الشارع، راه طفاو عليا في نص الطريق. فكيف ما كتشوفوا هاد البلاصه، شوفوا كيفاش دايره بالثلج، يعني مغطيه بصفه نهائيه بالثلج. بصراحه المنظر زوين بزاف. انا بعدا كيعجبني بحال هاد الوقيته هادي، كيعجبني غير ملي كنكون خارجه. خرجت اليوم بكري شويه باش نصور لكم هاد الثلج وداكشي. فكيف ما كتشوفوا، شوفوا هنايا الثلج كيفاش متراكم. فانا هزيته في يدي راه ما كيبانش، ولكن راه هزيت شويه ديال الثلج في يدي كيف ما كتشوفوا هنايا. فبصراحه يعني المنظر زوين بزاف كيحمق، وحتى هذاك يعني كيريح لك الاعصاب ديالك وداكشي. فكيف ما كتشوفوا هنايا الجو زوين بزاف، وحتى الحديد ما كاينش بزاف وداكشي، باش غادي تقولي يعني الجو متلوت ولا شي حاجه. بالعكس يعني الجو نقي، الهواء نقي بزاف بزاف، ويعني مريح بزاف كيف ما كتشوفوا. فخليكم معايا اصدقائي باش تشوفوا التتمه ديال الفيديو، يعني الروتين ديالي ديال هذا النهار هذا كيفاش غادي يدوز. اصدقائي كيف ما شفتو، بعد ما ساليت الخدمه ديالي ورجعت للدار طويجين، يا سلام ديلت الحوت يعني لحقو طريقو بالمقادير ديالو. بصراحه كيشهي ما شهيتكم فيه، فبصراحه جا غزال كيحمق. وخليكم معايا اصدقائي باش تشوفوا يعني المقادير ديال هاد الطويجين هذا. فبصراحه كيف ما كتشوفوا انا يعني زينت غير بشويه ديال الزيتون. وهنا اصدقائي المقادير ديال الطاجين ديالنا، كيف ما كتشوفوا شلطت بصله كبيره في القاع ديال الطاجين يعني في من تحت كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. الحوت ديالنا درنا له الشرموله يعني كيف ما معتاد كنديروا الشرموله للحوت، يعني فين اللي درتها وعاودت معكم يعني في فيديوهات سابقه. هنا كيف ما كتشوفوا داك الشرموله اللي بقات ديال الحوت هي هذيك، غادي نشرمل فيها بطاطا وغادي نديرها في الطاجين ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا الحوت عندي كما قلت لكم راني شرملته في الاول وحطيته في هاد الزلافه هادي، فيعني شرملته في الصباح بكري قبل ما نخرج وخليته يعني مشرمل ما في يعني في هذاك في هاد السوب في السوبيره ديال الشرموله. دابا ملي جيت غير حيدتهم داك الشرموله، وملي قطعت البطاطا ديالي درتها هنايا هنا في هاد الشرموله هادي، غادي نخلطها مزيان. الشرموله فيها الثومه يعني الثومه حكيتها هنايا ما دقيتها ما والو، حكيت واحد 3 دروس ديال الثومه، تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، معلقه ديال القزبور ومعلقه ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه يعني نص معلقه هذيك ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال الزيت، شويه ديال التحميره يعني شويه التحميره في المعلقه حتى هي يعني تقريبا نص معلقه ديال التحميره، وشويه ديال الابزار حتى هو، شويه ديال السكنجبير هادشي، وشويه ديال الخرقوم حتى هو. هادشي اللي درت يعني في الشرموله ديالي، فخلطتها مزيان كيف ما كتشوفوا. هذيك درت فيها الحوت ديالي، رقدتو خليته مرقد ومشيت للخدمه ديالي، وملي جيت حيدته من الشرموله كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا.
ودرت فيها بطاطا كيف ما كتشوفوا، شرملتها حتى هي في هذاك الشرموله يعني، وكتجي يا سلام كتاخذ حقها في الشرموله وداكشي، كتجي يا سلام كتحمق. فكيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، غادي نكمل بالستاف ديال بطاطا ديالي، غادي نصيبها مزيان في الطاجين ديالي ونرجع معكم اصدقائي الاعزاء. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد النجاله متوسطه، هذاك قطعتها حتى هي على شرائح بحال هكا، قشرتها خليت ليها من الجناب، وكاين شي جنيبات اللي خليت ليهم شويه ديال القشره ديالهم، وشرملتها في الشرموله كيف ما كتشوفوا حتى هي درتها في الشرم في داك الشرموله هذه، كنيت نحيت منها بطاطا، زاديت فيها هذاك الدنجال حتى هو شرملته مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ودابا كنصوبوا في الطاجين ديالي حتى هو على هذا الشكل هذا، غادي نصفو في الطاجين ديالي ونرجع معكم اصدقائي الاعزاء. كيف ما كتشوفوا اصدقائي الاعزاء، هنا انا مازال مستمره كندير الدنجال ديالي في الطاجين، يعني كنستفو بهذه الطريقه هذه يعني باش ياخذ لي حقه في الطياب حتى هو ويجي زوين مع الشرموله. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، غادي نبدا نحط طريفات ديال الحوت ديالي من فوق داك الدنجال كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، بعد ما شرملتهم وخليتهم مرقدين في الشرموله وداكشي. فكيف ما كتشوفوا غادي نحطهم على هذا الشكل هذا في الطاجين ديالي. ف وغادي انا عندي هنايا يعني تقريبا واحد الكيلو الارب ديال الحوت هكذا بحال هكذا، كيف ما كتشوفوا هما طريفات كبار غلاض يعني ماشي زعما طريفات صغيورين. فكيف ما كتشوفوا على الشكل هذا، بعد ما صيبت كاع الحوت في الطاجين ديالي على هذا الشكل، غادي نكب عليه داك الشرموله اللي بقات كيف ما كتشوفوا، زاديت عليها واحد شويه ديال الماء باش نمرق به كيف ما كتشوفوا، وكنكبو فوق الطاجين ديالي على هذا الشكل هذا. يعني ما بغيتش نكثر فيه المرقه يعني باش كيجي ملبي وكيجي زوين، ما كيجيش يعني مرق بزاف. انا بصراحه ما كتعجبنيش المرقه بزاف بزاف، يعني ما تكونش المرقه يعني غير القياس اللي غادي يتكال. فكيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كبيت داك شويه ديال المرقه اللي درت على ديك الشرموله، وغادي نغطي دابا الطاجين ديالي بعد ما حطيته على البوطه، غادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطره، غادي نقص ليه العافيه، نخليه على عافيه مهيله ويطيب ليا على خاطره. اصدقائي كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالي من بعد ما طاب، يعني كيف ما شفتوا انا زديت عليه شي حبيبات ديال الزيتون كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، حطيت عليه شويه ديال الزيتون، يعني الزيتون مخلط شويه الزيتون حمر والزيتون هذاك اخضر حتى هو، يعني عندي مخلط في واحد سوبر عندي فكندير منه هكذا مره مره. كيف ما كتشوفوا انا درت الزيتون ديالي على هذا الشكل هذا، يعني زوقته بشويه ديال الزيتون فقط، وغادي نغطيه دابا ونخليه يعني حنيت وصل الوقيته ديال الغداء. فاصدقائي الاعزاء كيف ما كتشوفوا يعني الطويجن ديالي جا ملبي وغزال، يعني كيشهي كيف ما كتشوفوا. اصدقائي الاعزاء نتمنى ان هاد الطاجين ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتقولوا لي في الكومنتير الراي ديالكم فيه بكل صراحه. اصدقائي شكرا لكم على المشاهده، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديوهات قادمة بحول الله، مع السلامة.